أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمانة الخير. في الحقيقة في أول الحلقة حابة أدعي بالرحمة والمغفرة إن شاء الله تعالى للإنسان والفنان هيثم أحمد زكي. هو وكل موتى المسلمين ربنا يرحمهم ويعفو عنهم ويدخلهم جنته يا رب بغير حساب ولا سابقة عذاب. بمناسبة الموضوع ده انتشر على السوشيال ميديا كلام كتير عن هيثم أحمد زكي وهو قد إيه كان حاسس بالوحدة، وفي جملة اتكررت من كذا حد كان قريب منه وهي أنا مش عايز أموت لوحدي. في الحقيقة دي مش كلمته لوحده بس، دي كلمة شباب كتير قوي في نفس سنه ويمكن أصغر. لما جيت دورت لقيت اللي سبب الوحدة هي انكسار القلب، كسر على كسر، فقدان حبيب ورا حبيب، غدر وخيانة صحاب، دنيا قاسية ما فيهاش جبر قلوب إلا من رحم ربي. بمناسبة كسر القلوب، في مرض اسمه متلازمة انكسار القلب. على فكرة ده مرض زي الجلطة بالظبط. الجلطة لما بتيجي الإنسان بيغيب عن الوعي، ما بيقدرش يتكلم ولا يتحرك ولا يعمل أي حاجة. كسر القلب زيها بالظبط، الإنسان بيبقى قلبه موجوع، ودايما لما حد بيبقى باقي على حد بيقول له ما تكسرش قلبي، ما توجعش قلبي. طبعا الانسان في ساعه الغضب بيكون مش حاسس بالكلام ده وبيعتبره حاجه عاديه قوي، لكن في الحقيقه هو بيكسر قلبه. فجبر القلوب هي من اعظم العبادات، لان كسر القلب ما بيسمعش انينه الا المولى عز وجل. فالنهارده هنتكلم عن جبر القلوب المنكسره مع شيخنا الجليل الشيخ احمد الجهيني من علماء الازهر الشريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا ومرحبا بحضرتك، شرفتنا ونورتنا والف سلامه. الله يسلمك، ربنا يبارك فيك ربنا يعزك يا رب. ومرحبا بيك والساده المشاهدين، ويا رب كده نبقى ضيوف خفاف عليهم كده ونسعدهم. حضرتك دايما منورنا، ربنا يجازيك خير. ربنا يحفظك. كسر القلوب يا دكتور احمد. نعم. يعني دايما بنسمع كلمه ما تكسرش قلبي. نعم. مع ان كسر القلب ده غالي عند ربنا قوي. نعم. زي ما اعظم العبادات هي جبر القلوب. نعم. فعايزين حضرتك تقول لنا قد ايه جبر الخاطر كبير عند ربنا عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأسوة والقدوة هو رسولنا صلى الله عليه وسلم وحبيبنا ومصطفانا صلوات ربي وتسليماته عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجبر خاطر امرأته زوجته، وخاطر خادمه، والأمة، والطفل الصغير، والمحارب المنكسر، وحتى الأسير. صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم الأمة كيف يكون جبر الخواطر. يعني لعلنا كلنا يعلم مشهد من عائشة عندما غارت من السيدة زينب عندما بعثت بطعام وضربت يد الخادم وكسرت الصحف التي فيها الإناء. النبي جمع الطعام وجبر خاطر عائشة عندما قال غارت أمكم حتى لا يساء الظن بها. صحيح. ده العلامة ابن حجر قال في هذه الكلمة: بل إن النبي بهذه الكلمة يعتذر عن عائشة. صحيح. يعتذر عنها، يعتذر عن شيء لم يفعله. وفيها تقدير بين الزوج والزوجة، كبر زوجته قدام الصحابة كلهم. صحيح. وما كسفهاش. صحيح. ما كسرش بخاطرها، بالعكس بل وجد لها العذر والمبرر. يعني يريد صلى الله عليه وسلم أن يقول لأصحابه: خذوا بالكم، ما فعلته أمكم ليس من قبيل الخطأ ولا سوء الأخلاق، لا، هذا من قبيل الغيرة. صحيح.
فلذلك ابن حجر قال هذا اعتذار النبي يعتذر نيابة عن زوجته التي عملت إيه؟ ده عملت عملا لو فعلته امرأة اليوم ربما بيتها يتخرب. ده أكيد. طيب بدل حضرتك اتكلمت بقى عن خراب البيوت، سبب انكسار القلب ساعات كلمة بتجرح مشاعر امرأة. أكيد أكيد. جوزها ممكن يقول لها أنت لو رحتي الباب يفوت جمل، ولا أنت لو رحتي هجيب مكانك واحدة تانية. نعم أحسنتي. فالكلمة بتكسر قلبها. فالعكس، وهي كمان بتدافع عن نفسها كدفاع امرأة عن نفسها، فهي كمان بتقتله ببعض الكلمات اللي ممكن الراجل ما يستحملهاش. نعم أحسنت. زي أنا ممكن أروح أخلعك. نعم. أنت فاكر نفسك صح. كذا. الشاعر بيقول إيه؟ جروحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. صحيح. يعني السنان لما تجرح ممكن تلتئم، إنما اللسان لما بيجرح ما بتلتئمش. والنبي صلى الله عليه وسلم له حديث عظيم جدا، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث ده يا أستاذ أميرة لو عملنا بيه في بيوتنا لأرحنا واسترحنا. حديث ثاني جميل قوي برضه، النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. صحيح. لو إحنا عملنا بالحديث ده فليقل خيرا أو يا أخي إن لم تستطع أن تتكلم بالخير فالصمت أولى. وكذلك المرأة إن لم تستطيع أن تتكلم بالخير فالصمت أولى. عايزين نعلم نفسنا. صحيح. عايزين نعلم. يعني أنا دلوقتي لو جاي شوية عفار مش هغمض عيني؟ هغمض عيني. لو جاي شوية هقفل بقي. يبقى أنا إن لم أستطع أن أتكلم بالخير بأمسك، لأن ربنا بيقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملائكة تكتب. صحيح. والكتابة دي بتحط في ميزان، والميزان ده يا إما جنة يا إما نار. صحيح. معنا مكالمة. السلام عليكم أستاذ دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حبيبتي. حضرتك تفضلي معاكي. دلوقتي أنا كنت هنا واحدة حبيبتي. ممكن بس حضرتك تعلي صوتك؟ حاضر. تفضلي. بقول لحضرتك. ايوه. انا كان ليا واحد صاحبتي. ايوه. كان بيتكلم واحد ويعني هو من عندهم يعني من منطقه وكده. وضحك عليها في فلوس. وخد منها فلوس كتيره يعني. وجابته تليفونه كان بيقعد يضرب فيها وكان موعدها في الزواج. فلوس مين دي؟ فلوس صاحبتها. لا هي صاحبتها جابتها منين؟ يعني هي من مالها ولا هي كانت بتاخد مثلا من لا أبوها؟ هي هم عندهم محل وهي كانت بتاخد منه تديله. عندهم محل. تمام. كان بتاخد وكده وكان موعدها بالزواج، وواحدة هي اللي جابت لها رقمه. وهو ايه؟ واحدة ايه؟ وهي ايه؟ وكان بيقول لها انا هتجوزك وكده، كل ما تقعد تقول له مش هديك فلوس كان يقول لها لا مش هتجوزك ومعرفش ايه. بيهددها يعني بيهددها عاطفيا اللي هو مش هيتجوز. فتقعد تعيط وكده وما يرضاش وتروح مديله لحد ما هي خد منها 30,000 جنيه. 30,000؟ طب تديله مره 3 مره 4 مره 6 لحد ما جابت له تليفون وما عرفش. طيب وفي الاخر كمل معاها ولا سابها؟ سابها. وهي دلوقتي يعني حالتها ميؤوس منها ومخطوبه بس ما بتحبش خطيبها. مخطوبه وما بتحبش خطيبها. طب ومحدش من اهلها عارف اللي هو خد منها المبلغ ده؟ لا عرفوا. عرفوا هيعملوا ايه. طيب طيب اسمعينا. شكرا جزيلا. وطبعا امر مخجل يعني. طبعا الامر فيه اخطاء شرعيه طبعا. يعني هي كيف تبيح لنفسها أن تتحدث مع شاب وتقابله وتعطيه مالا بوعد من الزواج؟ يعني احنا انا عايز انصح بناتنا البنات. طب خليني اقول لحضرتك حاجه عشان نعمم. هو دلوقتي البنت بترتبط في اغلب الوقت في الجامعه عاطفيا
هو بيبقى لسه بيكون نفسه ويقول لها اصبري عليا سنه واثنين وثلاثه، والبنت بوعد بتصبر. وبعدين بيبتدي الشاب يزهق في اغلب الاحيان ويقول لها انا عايز اتجوز واحده تانية. فهل يؤثم؟ هي طبعا تؤثم، وحضرتك هتقول لنا دلوقتي، بس هل هو يؤثم اللي هو سابها وراح يتجوز واحده تانية؟ لا شك ان مش ان هو سابها وراح يتجوز، يعني هو الاصل العلاقه من الاول خطا. بمعنى يعني البنت بتضر بنفسها طبعاً. يعني انت تحبسي نفسك وتخلي نفسك حكر على واحد الله اعلم ما يشتغل ولا ما يشتغل، هيكون نفسه يمكن يجي لك واحد احسن. فانا نصيحتي المهمه جدا لكل فتاه، قلبك حافظ عليه، ما تدوش لاي حد الا لزوجك. وقت البيوت من ابوابها، وقت بالظبط كده. فانت هي مصيبتهم ان هم ادوا قلبهم لحد مش امين عليه. فيا بنتي خافي على نفسك، خافي على قلبك، ما تديش قلبك لحد. عشان ما تستنيه ليه؟ وبناء على ايه تستنيه؟ راح تزوج ما اشتغلش، يمكن يجي لك واحد احسن. طب وهو عقابه عند ما هو يحسن، ما هو نفس الاسم الاثنين. لا هو دلوقتي ما وفاش بوعده كرجل، وتاني حاجه يعني خد منها مبلغ من المال بغير حق. انت على الحاله دي خاصه بقى، مش يعني انا لان هي كمان عامه بيبقى ده موجود في الدنيا كتير قوي. نعم، هو طبعا الراجل ده اللي هو الحاله دي، لا ده هو، لا ده هو اصلا ناوي ينصب عليها. ده مش بيحب اساسا، ولا حبها ولا هيحبها. لا ده هو ضحك عليها وعرف ان هي مسكينه ومضحوك عليها ووقع في حبه، فاستغلها. صحيح، استغلها وخد مالها وسابها. فهي هي للاسف المفروض كانت تاخد بالها من الاول، انما تفضل تديه لحد ما يوصل المبلغ 30,000 ويسيبها. يعني هو مثلا يؤثم زي السارق؟ طبعا لا شك. طبعا هو سارق وغادر، سارق وغادر، وخدنا فيه كل في صفات كثيره. فلكن هي عليها عيب كبير، ان هي كيف سمحت لنفسها بذلك؟ كيف يعني وهي سارقه، هي سرقت مال اهلها واعطته اياه، فهي مشاركه في الاسم ايضا، امر خطير. ربنا ان شاء الله يتوب عليها ويتقبل منها. ومصيبتها بقى اللي مكمله ان هي لسه يعني مخطوبه ومش وكمان مش عايزه يعني انت مش عايزه يعني انت لسه بتحب التاني مثلا. طب يا شيخ احمد، هو عند حضرتك حق، بيبقى في بنات اتعمل فيها اكتر من كده، يعني اتاخد فلوسها وباسم الحب وفضل مستنيه سنين، وبعدين بتفضل تحبه ومش عايزه تاذيه، يعني بتفضل تحبه فعلا. فهل هو بنسميه حكم القلب يعني؟ فهل في دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او صلاه او حاجه ممكن تعملها ربنا ينزع حبه من قلبها؟ هو احنا اتعلمنا ان اي حب في قلب الانسان لو الانسان استطاع بصدق ان يتقرب الى الله لابدله الله حبا اعظم من هذا الحب. صحيح. هو حب، هو حب الله سبحانه وتعالى ثم حب رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ده يبقى بديل، وبديل قوي وبديل طيب وبديل جميل. بس ازاي هي تقدر تقرب لربنا بصدق واخلاص العباده وبالطاعه والاستغفار والتوبه؟ سوف يبدو الله عز وجل لها حبا جميلا طيبا ان شاء الله. العوض. نعم العوض. نعم. معنا مكالمه. نعم. استاذ حامد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي للقناه ولاسره البرنامج. شكرا جزيلا. وفضيله الشيخ اللي موجود حضرتك. شكرا جزيلا. الاستاذه امير، احنا تعودنا معاكي على الصدق. انا كنت كلمت معايا حضرتك الاسبوع اللي فات واشتكيت لك بان انا الراجل خدت ادويه خطا. وحصل مني ان انا ايوه ووعدتيني حضرتك بان اسيب رقم التليفون وهتكلميني. ايوه يا استاذه اميره، انما نحن فيما هي الا اعراض مرض ستصيب الدوله باسرها، وحتى الان يمكن علاجها، ولم يكن العلاج الا بايديكم الطاهره التي تابى الظلم والطغيان. انا بحاجه ماسه لمساعده حضرتك، مش قادر اقول مشكلتي على الهواء. حاضر من عينيا. انا يعني انا بالفعل اديتهم رقم حضرتك، هم كانوا هيتواصلوا معاك، واعتقد ان هم حاولوا يتواصلوا معاك بالفعل. شكرا جزيلا، ان شاء الله نتواصل مع حضرتك. اشكرك شكرا جزيلا. معانا صفيه. السلام عليكم. لسه معانا صفيه يا جماعه؟ معانا هنا. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن استاذنك تعلي صوتك شويه؟
لا انا مش سامعه حضرتك حاجه خالص. دلوقتي يعني لما الواحدة تكون مخطوبة لما واحده تكون مخطوبه، ايوه مثلا كانت بتحب واحد تاني ولسه مفتكرش وخطيبها انا كويس معاها، تعمل ايه طب عشان ممكن بس استأذنك تتصلي بينا تاني لان الصوت مش واضح ابدا. معانا صفية تاني، سلام عليكم. الو، اتفضلي يا حبيبتي. عليكم السلام، لو سمحت. ايوه لو سمحت انا عايزه اقول للشيخ على حاجه بس. طبعا اتفضلي الشيخ معاكي. دلوقتي انا احنا 4 اخوات، تمام، 2 ولدين، فانا حاسه انا يعني رقم 3 بعد ولدين، وعندي اخت اصغر مني، فوالدتي ووالدي الله يرحمه. صوته طلع كده. ممكن تعلي صوتك من فضلك يا جماعة، لو في صوت ممكن يعلى عن كده عشان انا اسمع حاجة. اتفضلي. انقطعت؟ اوكي. طب بتصلي رجع تاني مش مشكلة. طيب. فاحنا بننصح بناتنا لان يعني الواحد ما دي بناتنا. صحيح. فالواحد حزين عليهم وزعلان عليهم جدا. فالواحدة يعني لا تترك قلبها عرضة للأهواء. لا تترك قلبها للذئاب. لا يخافون الله عز وجل، وبعد كده يذلها ويذل اهلها. طب ليه؟ انا عايزه اقول لحضرتك بما اننا اتكلمنا بالشكل ده، احنا بنسميه كسر القلوب. يعني في شباب يعني ربنا يهديهم جميعا بيتفننوا ازاي يعني يقعدوا يتكلموا مع البنت ويخلوها تميل ناحيته لغايه لما يعني يبقى في حاجه معينه او اللي هو ياخد منها فلوس او فاحنا عاوزين نوجه رساله لكاسر القلوب، نقول له هو قد ايه عظم جرمه عند المولى عز وجل. هو اولا الرساله لهذا الشخص، يعني اولا هذه ليست من صفات الرجوله. صحيح. هذه ليست ده غدر وخيان. واحنا بنقول له انت ان وجعت قلب واحده هترد ليك، يا اما في زوجتك يا اما في اختك يا اما في بنتك. فالديان لا يموت. الديان لا يموت. اوعى تظن لحظه ان ربنا هيسيبك. في معظم المشاكل اللي بتجيلي دايما الشاب بيقول لها انا مالي، هو انا زي الشيطان. ضربتك على ايدك؟ زي الشيطان. هاي يعني زي الشيطان. يعني احنا يعني هو يعني مش هيقدر على حر جهنم. لا. يعني هو لو مش قادر يفهم يعني ايه جهنم، انت الحر اللي احنا فيه ده ولا سبع حتى. نعم. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. ادعى من زي الشيطان. صحيح. انت حد قال لك مش علي ولا اعرفك ولا لي دعوه بيك. فعلا يتمثل بالشيطان عياذا بالله عز وجل. فهي لو في ضوابط شرعيه مش هيحصل ده، حتى بين الخطيب وخطيبته. يا اخوانا عدم الضوابط الشرعيه وحدود ربنا سبحانه وتعالى بيحصل مشاكل، القلب ينكسر بسبب كده والله. يعني هو الاسلام عمل عشان ايه؟ عشان يحافظ على القلوب، لان كسره قلب وحشه وعلاجها صعب. وعلاجها صعب. زي ما حضرتك قلت الديان لا يموت. الديان لا يموت، فهو لو عنده دين بيتقي الله عز وجل ويعرف ان دي هترد له عاجلا ام اجلا. يعني عاجلا ام اجلا سوف ترد له. صحيح. هيخاف. صحيح. ناخد اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي هنا. عايزين انا كنت بكلمك دلوقتي والمكالمه قطعت. طيب يا حبيبتي انا بس هستاذنك تعالي صوتك شويه وتبعدي التليفون عن بقك علشان انا اعرف اسمعك. اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتوره، انت كنت مخطوبه؟ لا انا مخطوبه. مخطوبه تمام. فالبنت اللي كلمتك من شويه دي عن موضوع الشاب اللي خد منها فلوس وكده، انا كنت زيها كده. انت كنت زيها؟ خطيبك هو اللي كان بياخد منك فلوس ولا حد قبلك؟ لا لا. لا تمام. وبعدين وحصل معانا سجانين وكده، بس انا مش عارفه افكر فيه. واجي مثلا ارن عليه كده اسمع صوته وقت وانا عارفه اعمل ايه. ارجوك تساعدني. انت بترني عليه وانت مخطوبه دلوقتي؟ مش يعني انت لسه بتحبيه؟ بعد اللي عمله فيكي والفلوس اللي خدها منك و... ده اللي انا كنت بقول لحضرتك والغدر بتاعه بقى متعلق بيه. وهي
معين حاليا انا في اشكال الخطوبه مش عاوزه خطيبي، عاوزه انا. هو الشيخ احمد كان بيسالك. اه بقول لك يعني انت ازاي ما زلت لسه مرتبطه بيه رغم ان هو غدر بيكي ويعتبر نصاب كان بيضحك عليك وخد منك فلوس؟ مش ممكن ناخد الفلوس دي يشرب بيها. بيشرب بيها؟ طب انت ازاي بتفكري في واحد زي كده يعني بيشرب بياخد منك فلوس ويروح يشرب وازاي؟ طب انت ازاي ترضي ده يبقى زوجك في يوم من الايام؟ وبعدين بتحبي فيه ايه؟ الواحده تحب واحد يصونها يخاف عليها يرعاها، مش واحد ممكن يبيعها عشان ازازه خمره ولا شويه ده، صح ولا ايه؟ وبعدين اذا كان قلبي يعني اذا كان قلبي هيتعبني لا اعدله احصنه بالصلاه بذكر الله سبحانه وتعالى بالدعاء، اقعد ادعي ربنا ان ربنا يرفع هذا الحب من قلبك. لا طيب يا حبيبتي اسمعينا، شكرا جزيلا. يعني ده اللي انا كنت اقول لحضرتك يا شيخ احمد. ايوه يعني حتى على الجروبات اللي على الفيسبوك قلبهم متعلق بناس، يعني سبحان الله. هو انا اعتقد ان ده الشيطان. انا هقول لحضرتك حاجه يمكن اختلف معاك في النقطه دي. لا قد يكون الشيطان، قد يكون حب. لازم نعترف ان سلطان الحب قوي. سلطان الحب متعب، قد يساعد الشيطان او يساهم، لكن الحب فعلا موجود. لا ننكر ان الحب له سطوه وله ميل وله هوى وله قوه. لكن انا ما سيبش المواضيع كده، يعني ما سيبش الدنيا تلعب بيا. لازم اواجه، لازم اجاهد نفسي. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ففي فرق ابن واحد، يعني ربنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. ده عدو لي، ده عدو لي. الحب الغلط ده، الحب الحرام ده، هل اسيبه يفتك بي او يدمر حياتي؟ يعني انا بتعجب جدا من البنت، ربنا يا رب يطهر قلبها ويصلح صدرها ويذهب عنها هذا الحب الفاسد. لان هي يعني كي ازاي انت ترضي بواحد بياخد منك فلوس ويشرب بيهم؟ طب ترضيه ازاي زوج ليكي؟ هو ده اللي انا بقوله لحضرتك يا دكتور احمد. يعني هو الشيطان دايما عاوزها في الناحيه الغلط. اه فهو يعني بيخلي حبه في قلبها كانه حاجه كبيره. لكن الواحد لازم يجتهد. صحيح. ولازم اتذلل الى الله سبحانه وتعالى. كان في دعاء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني حبك وحب من احبك. أيوة. وحب كل يقربني. نعم. صحيح. فهي المساله زي ما انا قلت من شويه وباكد لبنتنا الفاضله، هي احنا عارفين ان في حب في قلبك، لكن ثقي تماما ان في حب ثاني كبير قوي عظيم قوي. صحيح. وهو حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. انا عايزك تستبدل الحب ده بالحب ده. ازاي؟ انك تقرب ربنا اكتر. تصلي كده وانت قاعده على صلي ركعتين بالليل كده وابكي لربنا واشتكي له وادعي له، وان شاء الله ربنا يطهر قلبك من هذا الحب ويبدله حبا طيبا طاهرا ان شاء الله باذن الله. معنا صفية. السلام عليكم. الو اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحتي يا فضيله الشيخ، انا وديت الفرق بيني وبين اخواتي، فانا عايزه اعرف ده ممكن بس تعالي صوتك لان انا مش سامعاكي. والدتك ايه مش سامعه؟ انا سافرت كلمتكم من شويه، عايزه اعرف حكم الدين في حقوق الوالدين للابناء. يعني بتعمل ايه؟ طب والدتك بتعقك ازاي؟ هو الدين بيقول ان لازم نعقف يا بنتي. قولي لي انا سامعاني صفيه يا اختي صفيه، بقول لك والدتك بتعقك ازاي؟ والدتك انت بتقولي والدتك بتعقك ازاي؟ اسمعي من التليفون. يعني انا عندي شلل اطفال بتقول لي ان انا بتعايرني بيه. طب ليه عملت لها ايه؟ طيب انت يعني هي ما عملت لها حاجه من غير سبب بتعايرك بشان الاطفال؟ انا من صغري وهي مستهضاني كده. انت عندك اخوات تاني؟ عندك اخوات تاني؟ هي اربعه وهي الثالثه. هي الثالثه؟ انا اربعه. اللي تصغر شويه. بتقول لك ايه طيب؟ بتعايرك تقول لك ايه؟ يعني مثلا بتقول لي بتعاملني وحش قدام اخواتي. طب يمكن انت حساسه شويه يا صفيه، يمكن انت احساسك زايد شويه، حساسه زاد على اللزوم. لا انا كمان كبرت، وحتى بعد ما اتجوزت يعني بتعاملني وحش مع قدام جوزي. انت متزوجه؟ متزوجه انت؟ نصره عليا على طول.
طيب اسمعيني يا حبيبتي اسمعيني. حاضر حاضر. شكرا جزيلا. هي انا يعني يبدو لي ان هي حساسه زاد دي ده امر. الامر الثاني ان احنا قدام الام بنقف عاجزين. صحيح. ما نقدرش ان يعني فانت امك ليها فضل عليكي انت مش هتقدري توفيه. فاجعلي ده مما لها عليك. الرساله بنوجهها للام بنقول لها اتقي الله. يعني انت ام لكن اتقي الله في بنتك ولازم تعدلي بين البنات وتوزعي الحنيه والرحمه والعاطفه على الجميع. لان انت هتسالي امام الله. احنا بنقول لها ما تزعليش امك وما ينفع لكن انت برضو كام انت هتتحاسبي قدام ربنا سبحانه وتعالى. لو انت حتى عاطفه فقط لو انت اوليتي بنت او عيل من عيالك باهتمام ورعايه وست التانيين تحاسبي امام الله سبحانه وتعالى. الراجل اللي جايب هديه لابنه بيشهد النبي على هديه عطيه لاحد. فالنبي قال له انت عندك اولاد تاني؟ قال له نعم يا رسول الله. قال له هل اعطيت سائر ولدك مثل؟ قال له لا. قال له اذهب فاني لاشهد على جو. ما ينفعش تميز واحد من الابناء بهديه او بحب أو ما ينفعش لان ده بيكسر القلب وده ما ينفعش في التربيه. نتقي الله في يعني تسامحها. ما انا هي طبعا انا قلت لها هي الام ليها فضل عليك كبير طبعاً. وانت لن توفيه فعليك ان تسامحي امك مهما عملت. صحيح. لكن لابد ان يكون لنا ايضا رساله للايه للام. صحيح. طيب بما ان موضوع جه في بر الوالدين. نعم. من الغريب ان الزوج بيبر الوالدين بكسر قلب الزوجه. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني والدته مثلا تيجي تقول له انت ازاي مراتك بتعمل معاك كده؟ او انت ازاي ساكت لها على كده؟ او انت ماشي وراها كده ازاي؟ فيبتدي يجي عليها ممكن يعنفها بالكلام. يقول لها كلمه تجرحها، يقول لها ما تقعديش في البيت، وممكن توصل لحالات طلاق. لا. فهل ده من بر الوالدين اللي هو يسمع كلام امه على حساب زوجته؟ لا. وطبعا في قاعده بتقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. نعم بالله. سواء بقى اب او ام او يعني ده امر. الامر الاول يجب على الرجل صاحب الشخصيه المعتدله ان يعدل بين زوجه وامه. بمعنى يعني ان ارادت امه ان يعني تجعله يتطاول على زوجه حتى لو بالكلمه ما ينفعش يوافق. ولو الزوجه ايضا ارادت ان هو يعني يميل على امه برضه ما يوافقش. يعني لازم الاثنين يعرفوا انه له شخصيه حاكمه ومستقله ولا يسمع لاي احد ويفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني المهم جدا هو شغلته ازاي يوفق بين الاثنين، ازاي يؤلف القلوب بين الاثنين. انما هو يبقى يسمع دي ويروح يزعل دي ويسمع دي، لا كده هو ما بقاش ليه شخصيه. ولو هو راجل ودني وبيسمع لامه او لاهله دي مشكله، تبقى مصيبه طبعا. تبقى مصيبه وبلاء بالزوجه كبير. صحيح. لان هي في الوقت ده مش هتحس ان هي لها كيان ولا لها مكانه. صحيح. ولا لها بيت. صحيح. لان زوجها اللي المفروض ان هو يبقى يعني أمانها. يصون كرامتها طبعاً. ويحافظ عليها ويرعاها، لا ده بيبهدلها في الرايحه وفي الجايه عشان يرضي امه ان هو راجل ان هو مسيطر. وطبعا شيء اكيد ان الرجوله هي أن يحافظ على المرأة، أن يرعاها، أن يحميها، أن يدافع عنها. يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الرجل القوة من أجل حماية المرأة. صحيح. وأعطاه العصمة من أجل رعاية المرأة. القوة. فإحنا عايزين إن برضو في هذا الأمر، ويمكن سؤال مهم، ليه الإسلام جعل الزوج منزلة أعلى من منزلة الأب وأعلى من منزلة الأم؟ قالوا لأن الزوج هو بالنسبة للزوجة خد مكان أبيها فهو اللي بينفق عليها. يمكن الزوجة عند الأب هي عدد يعني بعد الأم وبعد رقم، إنما عند الزوج هي الأولى، ينفق عليها هي الأولى ويعطيها حنان بدل الأم من حنان وعاطفة أكثر من الأم. فهو خد دور الأم ودور الأب ودور الأخ. فهذا ما ينبغي أن يكون حماية ورعاية وحب وعاطفة. إن كان الرجل كذلك سوف تحمله الزوجة ليس على الرأس بل في القلب. صحيح. وده بيفكرني بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. لما السيده عائشه احتمت من سيدنا ابو بكر ابوها يعني. نعم. نعم. خلف ظهر النبي. نعم. فلما نعم. مشي ابو بكر قال لها شفت انا حميتك من ابوك ازاي؟ احسنتي احسنتي. فده حسن العشره. نعم نعم. وازاي ان النبي كان يسابق سيدنا عائشه بيجري يسبقها. فسبقها في مره، في المره الثانيه تاخر عنها. صحيح. فقال لها هذه بتلك.
يعني واحدة بواحدة واحدة بواحدة. فالنبي يمازح نسائه صلى الله عليه وسلم، وفي مرة بيقول لها يا عائشة إني أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضب. فقالت له كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال عندما تكون عني راضية تقولين لا ورب محمد، وعندما تكون علي غضب تقول لا ورب إبراهيم. قالت نعم والذي بعثك بالحق ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. ده معنى برضو مهم جدا النساء، يعني لما تزعل لا تهجر إلا اسمه، مش بقى تقول له ايه روح عندك اعمل الاكل هو وانا مش انت بقى كده طب اعمل الاكل او تدي له تسيبه في الماء. لا، احنا عندنا مشكلتنا ان احنا بنعظم المشاكل وليست ايه بقدرها. انا اسفه في اتصالات كتير جدا، انا عايز اقول لك جدا. حاضر، مين فيهم يا جماعه؟ انتوا قلتوا لي اسماء كتير مش عايزه تقول. طيب السلام عليكم. مش عايزه تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي. وبركاته. حضرتك تنصحني البنت مثلا لو مخطوبه وبتحب واحد تاني وكده يعني؟ انت مخطوبه وبتحبي واحد تاني؟ طيب معلش يعني عذرا انا بصراحه كده، هو ايه المميز في الاولاني عشان تحب ممكن يعني؟ ممكن حضرتك بس على حاجه تانيه؟ نعم اتفضلي. ممكن اسال حضرتك على حاجه تانيه؟ اتفضلي. في واحده اتصلت معاكم من شويه وقالت لك ان هي مخطوبه برضه وحصل معاها نفس المشكله. أيه. دي صحيح. حضرتك انا برضه كان بياخد مني فلوس وكده وكنت بحبه قوي وجيت خطبته وكده، بس خطيبي ده بيحبني قوي وكويس معايا، بس انا كل ما بشوف التاني ده ببقى عاوزه ارن عليه. رنت عليه مره اخويا عارف راح فتح لي حاجب بسببه. طب معلش انا هسالك سؤال، انت كنت بتشوفيه ازاي كراجل وهو بياخد منك فلوس؟ كان حضرتك كان موعدني وكان ماشي، هو هيتجوزك يعني هو المفروض اللي يديكي فلوس مش ياخد منك فلوس. صح. يعني دلوقتي ربنا رزقك براجل محترم خطبك وجلبك من باب، واسمعيني بس، لما واحد جانا من الباب نشوف اللي هو كان بيضحك علينا ايه السبب يعني؟ احكي لي كده، قولي لي السبب في ايه؟ معلش فاهمني يعني دلوقتي انت مخطوبه، خطيبك ده اشتراكي وجبيتك وعاملك احسن معامله. طيب التاني كان بياخد فلوسك و وبيهينك كمان بيضربك، ازاي انت بتحبي الاولاني ومش بتحبي خطيبك؟ يعني ايه اللي انت حبيتيه فيه وهو ما عندوش حتى قوامه الرجل يعني ولا عنده اخلاق الرجل؟ انا عارفه انا اول ما شفته كشكل هو شكله حلو فحبيت ان هو شكله حلو. حبيتي شكله يعني؟ مش الشكل مش كل حاجه. وبعدين انا عايز اسالك سؤال، اتفضل. دلوقتي هو اللي هو خد منك فلوس ده مش غدر بيكي كده وخانك لما هو؟ ايوه حضرتك. صح. لما بيشوفني في الشارع غدر بيكي ولا لا؟ ويتصف الارض. طيب اسمعيني، هو غدر بيكي وخانك وسابك تتخطبي وخد منك، صح كده؟ صح. انت زعلانه من ده ولا لا؟ زعلانه منه. طيب يعني انت بقى انت بص يا صفية اسمعيني بس. طب اسمعيني انت. طب حبيبتي اسمعينا اديكي بس كلمه ليه. انت دلوقتي بتخوني وبتغدري بخطيبك، يعني انت بتعملي فيه زي اللي اتعمل فيك، فانت كنت مش راضيه بده ما ترضيش بده، فاتقي الله في الانسان المحترم ان كنت تستهديه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. معانا ضغط تليفونات. ام رحمه السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا حبيبتي. السلام ورحمه الله. الشيخ بعد اذنك. طبعا اتفضلي، بس علي صوتك من فضلك. عايزه اقول لحضرتك هو ما بيني وما بين حماتي في سيره رحم ولا لا ما بيني وما بين حماتي؟ انت مش بتحبي حماتك؟ او هي ما بتحبنيش من ساعه الخطوبه. من ساعه الخطوبه؟ طب عملت لك ايه يعني حسيتي ان هي مش بتحبك؟ من حاجات كتير قوي، هي غيره وكده، وانا عشت معاها بتاع 10 سنين ولا 11 سنه وجوزي توفى. واول ما جوزي توفى قالت ما تخشش البيت ومعايا اربع عيال. فانت حضرتك بتسالي دلوقتي في صله رحم ولا لا؟ في صله رحم ما بيني وما بينها؟ لا طبعا. صله الرحم بين الابناء بقى. الابناء. طيب هنرد عليها. نعم. شكرا جزيلا. معانا فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام، زي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك، اتفضلي يا حبيبتي. معلش انا ليا سؤال بعيد عن الحلقه شويه، ممكن اساله؟ اتفضلي طبعا.
انا الحمد لله ست منتقبه وعارفه ربنا على قد ما ربنا يعني على قد ما بعرف يعني. معايا 3 بنات، الكبيره في 5 ابتدائي. كنا كانت الدنيا الحمد لله زي الفل وحمدين وشاكرين ربنا لافضل حال الحمد لله، بس الحال الحمد لله مال بينا شويه. حضرتك معايا؟ معاكي يا حبيبتي، اتفضلي. دلوقتي احنا طبعا انا جوزي قعد فتره من الشغل اللي هو كان فيه وربنا كرمه بقاله شهرين بس نزل الشغل الحمد لله. فالفتره اللي قعد فيها كلها اتجمعت علينا ديون كتيره جدا بسبب المدارس وجمعيات ومصاريف وكده. تمام. دلوقتي انا طبعا الحمد لله على ذمه جوزي يعني لفيت على جوامع البلد كلها اللي عندنا ولفيت على الجمعيات الشرعيه كلها، ان حد يديني كارد حسن وقرايبي وكله ممنوع، يا اما ابقى مريضه يا اما ابقى مطلقه يا اما ابقى ارمله. دلوقتي في كنيسه عرضت عليا ان هي تديني كارد حسن مقابل ان انا اخدم في الكنيسه اكنس وامسح، وانا ده اخري يعني مش لاقيه شغل تاني والديون كل الناس عماله تطالبني. هل حلال ان انا اروح اشتغل في الكنيسه مقابل ان انا اصون ماء وجهي زي ما بيقولوا قصاد الناس محدش يشوف ده اللي طالبني في الرايحه وفي الجايه؟ طيب حاجه عايز اسالك حاجه، ارجو حضرتك يعني تردي عليا. يا ما تقفلوش عليا يا جماعه، سيبوه. انت حضرتك هل في الديون اللي عليك دي هل مكتوبه شيكات؟ هل مكتوبه؟ لا 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 الحمد لله. طب يعني طالما ما فيش اختي، طالما ما فيش حاجه مكتوبه، ربنا بيقول وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. يعني ان كان الامر في عسره يبقى الواحد ايه ينتظر حتى ييسر الله عز وجل، ده شرع ربنا سبحانه وتعالى. ولا تلجئ نفسك، ولا تلجئ نفسك أن إلى قرض من هنا ولا من هنا، عليك أن تصبري وتحتسبي. وأيضا لازم شدة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. نلجأ إلى الله والله. يا أختنا يا أختنا، الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صحيح. صدق اللجوء إلى الله. ولو ياريت لو في وقت أحكي لك قصة حصلت، والله قصتين يعني، كانوا ناس في ضيق شديد هقول لك. شكرا جزيلا يا حبيبتي للشيخ. انا اسفه معلش يا شيخنا، ممكن تاخدوا رقمها بعد اذنكم في الكنترول؟ شكرا. يعني جالي واحد وانا طالب يعني شغال شغلانه وعنده رب ومش ومريض وبيتغيب من الشغل، اللي بيفضل من الراتب ما بيكفيش ايجار البيت وعنده اولاد ومش عارف يعمل ايه وعليه ديون، فقلت له اتوضى بالليل وصلي ركعتين وقول يا رب. والله يا استاذ مجالي بعد يوم ثلاثه خدني من الحضن يقول لي والله انا ما عارف ربنا وسع عليا منين وجاب لي الرزق منين. المشهد ده حضرتك اتخرب بعد اكتر من 20 سنه، واحد جاي لي جايب مكنه بالقسط وبيشتغل عليها كده في المحلات فكسرت مش عارف يدفع حاجه. حكيت له قصه الاول، راح ما شاء الله شفته بعد ايام والله ربنا كرم ما شاء الله وجاب المكنه الثانيه. فانا عايز اقول صدق اللجوء الى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفين الجمعيات اللي شغالين في القنوات يساعدوا الناس دي؟ صحيح. انا اعرف جمعيات بتيجي هنا ساعدوا الناس دي، ساعدوا الناس دي. صحيح. طيب معانا ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ام محمد انا هستاذنك تعالي صوتك شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه بعد اذن حضرتك يا شيخ. اتفضلي. انا عندي حضرتك والدتي يعني اتوفت من فتره. ربنا يرحم البقاء لله. ونعم بالله. ربك لما اسمع الجنه. فطبعا انا كنت عايزه اروح اشوفها قبل ما تتوفى بيوم واحد. نعم. يعني انا كنت عايزه اروح ابات عندها. نعم. فطبعا عندي زوج قال لي لا ما تروحيش. انت باتي عندها ليله الوفاه يعني ولا بعد؟ ابات عندها قبل ما تتوفى في ليله كانت عايزه تبات عندها. قبل ما تتوفى يعني؟ ليله يعني صبحت نعم. مرضيش. مرضيش قال لي لا. فانا وقال لي كده كنت برضه نفسي اروح لها كل فتره ما كانش بيرضى يخليني اروح. طب ليه ما كانش بيرضى؟ عايز اعرف برضه حاجه عجيبه عارف. ليه يعني هما الاثنين كانوا زعلانين مع بعض مثلا؟ ابدا والله ابدا. هل مثلا خايف؟ مش عارفه ليه كان بيعاملني كده، مع ان انا كويسه مع والدته وشايلاه في عينيا، وكان عندي والده اتوفى برضه. انا اللي كنت قاعده جوه ربنا يعلم من عينيك. انت عندك اولاد يا حاجه؟ عندك اولاد؟ عندي 4 اولاد. يمكن مثلا خايفه تروحي وتسيبي العيال فمش هيعرف هو يتعامل مع الاولاد فالمسؤوليه لا. عليه؟ لا ولادي في المدارس اصلا يعني. طب ما مين هياكلهم؟ مين هيشربهم؟ مين هيزق كده يعني؟ معلش يا شيخ
الاخر، بس انا عملت معاهم الطيب كله، عملت معاهم الطيب كله. انت زعلانه انك ما حضرتيش بقى مع والدتك ليله ال والدتي توفت طبعا، وانا ما كنت صعبه طبعا، صعبه ربنا يرحمها رحمه الله. فانا مش عارفه، انا مش قادره اسامحها. معلش معلش معلش، ربنا ان شاء الله يجعل والدتك في الجنه ان شاء الله، تنعم باذن الله، وربنا يعني يشرح صدرك ويهدي قلبك ان شاء الله، ويقلب بينكم ان شاء الله تعالى. وممكن تجبر بخاطر والدتها تتصدق عليها نعم طبعا نعم. وانا رساله للزوج، يعني مش عارف ليه ايه السبب انك تمنع الزوج عن امها؟ يعني ليه؟ مش فاهم يا عم، تسيبها تروح ده امها بتموت مريضه، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب معانا مين يا جماعه؟ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ محمود، اتفضل. وعليكم السلام. اتفضل اتفضل اتفضل. الو اتفضل، احنا سامعينك. اتفضل الشيخ. اتفضل يا حبيبي، سامعك. الو. طيب اتصل بينا تاني يا محمود، هو شكله مشغل التلفزيون. السلام عليكم. الو. عليكم السلام. وعليكم السلام. بقول لسيادتك انا يعني حرمه كبيره، عندي حوالي 50 سنه. طبعا معايا زوجي، معايا منه 5 اولاد، ما كانش بينفق علينا خالص. ما بيصرفش عليكم؟ لا ما بينفقش علينا خالص. ففي ناس قالوا لي ان انت تعملي نفقه، سيادتك هو طلقني فعملت سيادتك عليه نفقه. طبعا ما بينفقش على اولاده خالص. طبعا انا بشتغل وكده اهوت، فانا جه تعبت وكده من الشغل، كنت بشتغل عند ناس وكده، فانا جيت قعدت في البيت. فهو ولا منه عايز بيصرف لي 400 جنيه. طبعا انا معايا اولادي، طبعا مشاكلهم كتيره وكده، ومعايا ولد وبنت. طب هو شغال ايه يا حاجه؟ شغال ايه هو؟ هو ستك كان شغال موظف كبير في الشركه كبيره. موظف كبير وفي شركه كبيره وديك 400 جنيه؟ طب مين اللي حكم ب 400 جنيه طيب يا حاجه؟ نعم يا فندم. مين اللي حكم ب 400 جنيه؟ المحكمة. 400 جنيه ازاي وهو موظف كبير في شركة كبيرة؟ ازاي تحكم المحكمة 400 جنيه؟ مش عارف. يا فندم، هو لأن المفروض حسب مرتبه. ما هي المحكمة بتاخد بالورق. ماشي، ما هو موظف كبير لازم مرتبه يكون كبير. ما ساعات المعاش هو معاش مش كده؟ كان عايش معايا سيادتك. لا بتقول لك عايش معايا، هو معاش؟ هو كان معاش، يعني هو كان موظف وخرج معاش؟ هو لسه خارج معاش سيادتك شهر 9 اللي فات. قبل الحكم ولا بعد الحكم؟ لا سيادتك بعد الحكم. بعد الحكم. يعني انا بصرف سيادتك بقالي دلوقتي 3 سنين 400 جنيه. طبعا الثلاث ولاد الكبار دول اتجوزوا كده، معايا انا ولاد تلاعبات في الوظيفه. ايوه. شكرا جزيلا. اسمعيني يا حبيبتي، ربنا ييسر لك امرك يا رب. طيب معلش معلش. السلام عليكم استاذه كريمه. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا حبيبتي. ورحمه الله وبركاته. حضرتك كنت عايزه بس اسالك استاذ مراد، ترد عليا عشان الموضوع ده بص عامل لي مشكله نفسيه بطريقه فظيعه. انا هرد عليكي بس استاذنك تعالي صوتك. انا اختي متوفيه لسه من قريب وكده، ربنا يرحمها. فكان عندها جوز اولاد، فطبعا انا اللي مربيهم وكده، فعايزين يغصبوا علي ان انا اخد ابوهم وكده، وانا مش عايزه. من كم شهر ميت بقى؟ قد ايه؟ هي ميتة اعتبر بقى 6 شهور، بس يعني مش دلوقتي، فيما بعد. طيب وانتي يعني مثلا مرتبطة بحد، او يعني مش عايزة تتجوزيه لسبب معين، ولا انتي رافضة الموضوع؟ كنت مرتبطة الاول وكده، والمشكلة ان هو عارف الموضوع ده. فانا مفيش قبول اصلا، مش مرتاحة نفسيا ان انا اخد مكانة اخته وكده، مكان اختك. كل ما يكلموني في الموضوع ده نفسيتي بتتعب، فمش عارفه اعمل ايه. طيب هم يعني برضو يعني اخطاوا، ان هم حتى لو عايزين يكلموا مش وقته، يعني لسه ما فيش كام شهر. صحيح. مش عارف استعجلني، لما يصبروا طيب شويه الدنيا تهدى. هو ساعات الاب بيبقى مش عارف يربي الاولاد، وعايز حد يبقى حنين عليهم من دمهم. مفيش مشكله، بس انا بقول الوقت، اختيار الوقت ده مهم جدا. صحيح. لسه بلاش كام شهر، يعني لسه النار اللي في القلب ما بردتش. ينتظروا شويه الدنيا تهدى حتى عشان تقدر تاخد قرار. صح. وهو يقدر ياخد قرار يعني. فربنا يا رب يكتب لك الخير ان شاء الله. طيب عايزين نرد على
السائلة كانت بتقول أنا جوزي توفى وحماتي ما بتحبنيش من ساعة ما كنت مخطوبانه. وصلة الرحم. صلة الرحم. هو طبعا ما فيش لها صلة رحم مع أم زوجها، ليست رحم، لكن الأبناء رحم. أيوة. يعني أنت في مشاكل وهي قالت لك ما تخشيش بيت، ماشي ما تخشيش بيتها. يعني هي لا أمك ولا أبوك ولا أختك ولا أخوك. فيش، بس لا تمنعي أبنائك من جدتهم. صحيح. عشان هنا هيبقى في اسم، هيبقى في قطيعة رحم. يعني الراجل اللي منع البنت الأم ده يأسم. الراجل اللي منع زوجته عن أمها يأسم، مريضة. طب يعني كيف تتسبب في قطيعة رحم أو عدم صلة رحم؟ صحيح. يعني حتى لو في بعض الآثار السلبية في بيتك، لا ده هنا في مرض، في واحدة بتموت. يعني في أبدا من شيء تستحمله، وبعدين الزوجة هنا تحملت والدتك وتحملت والدك، يا أخي ما ينفعش. صح. سبحان الملك، يعني أنت شوف هي مش قادرة مش قادرة عيني تنسى كسرة قلبها على أمها. صح. إن هي ما عرفتش تشوف أمها وهي بتموت. طب ليه يعني هي الزوجة تستحق منك كده؟ فمسألة تقدير المواقف ده مهم جدا. مبقاش الإنسان صلد وقلبه جامد في هذه المسائل. يعني طيب آخر حاجة حابة أتكلم عليها هو القلوب المكسورة من فوق الأحبة اللي راحوا عند ربنا عز وجل. نعم. وخصوصا موت الابن أو الابنة. نعم. فبيبقى قلبه مكسور على على أولاده أو قلبها مكسور على ابنها، فعاوزين نقول لها الأجر والثواب من المولى عز وجل ليها. أنا يعني حضرتك ذكرتيني بمشهد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى امرأة تبكي وتولول على قبر ولدها، فقال لها من خلفها صلى الله عليه وسلم اصبري يا أمة الله. فقالت إليك عني إنك لم تصب مصيبتي، وهي مش شايفاه، مش عارفة لو وصل مش شايفاه، ما جاء من خلفها. أيوة. فتركها النبي وذهب. فقال الناس له إنه رسول الله، فأسرعت خلفه، كان دخل البيت فطرقت بابه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أصبر يا رسول الله، فقال لها إيه؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. صحيح. هنا نقف عند المسألة دي، مفاجأة الشدة. صح. العلماء قالوا إيه؟ قالوا مفاجأة الشدة أشد من الشدة نفسها، لأنها اللي هي تظهر معدن الإيمان. صحيح. واحد بيصاب بشده في اول يقول لك انا لله وانا اليه راجعون، لا حول. واحد تاني يصوت ويولول او يقول كلام فيه اعتراض على الله سبحانه وتعالى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما فقد ولده ابراهيم يا بكى صلى الله عليه وسلم، وقال ان العين لتدمع، كلمات خالده، كلمات خالده. ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وإن لفراقك لمحزنون، محزنون يا إبراهيم، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يبقى هنا. وبرضه لما بنته توفى الله فبكى، في سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول له أتبكي يا رسول الله؟ قال إنها رحمة يا ابن عوف. صحيح. إنها رحمة. فالبكاء رحمة، البكاء رحمة. بعدين يعني يكون هذا زخر لك في الجنة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم أحسنتي. يعني الصبر جزاء بغير حساب، إنما بغير حساب. يعني كل حاجة لها حساب. صح. الصلاة مش عارف بكم أجر، الصدقة إنما الصبر ليس له حساب، أجره من الله عز وجل. فلذلك على هذه المرأة أن تصبر وتحتسب، تحتسب وليدها أنه فرط لها في الجنة، سبقها في الجنة، سبقها في الجنة، وتدعي له، تدعي له إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فربنا يصبرهم. أحسن كلمات ممكن نختم بيها. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وكمية المكالمات احنا أسفين طبعا اللي احنا مقدرناش، يعني لسه بيقول في الكنترول يعني ناس كتير قوي، يعني عوضا حميدا يا شيخ أحمد، ربنا يعزك وشرفتنا ونورتنا. إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله. أكيد بإذن الله. نسعد السادة المشاهدين. إن شاء الله. شكرا جزيلا. كان معنا الشيخ الجهيني أحمد الجهيني من علماء الأزهر الشريف. في آخر حلقتنا حابة أقول لكم كلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما قلبه حزن قال لربنا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي
وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. اللي خايف الناس تشوفه ضعيف أو مكسور ما تخافش، المولى عز وجل شايفك قوي، لأنك قوي بالمولى عز وجل. خلي ظهرك وسندك ربنا، خلي عزك بالله وفي الله ومع الله. معاك فلوس، معاك جاه، معاك كل حاجة في الدنيا، أنت عزيز بالله. كل حاجة راحت عنك، أنت عزيز بالله عز وجل. وآخر حاجة حابة أقولها، بلاش تكسره قلب ضعيف ما عندوش حيلة ولا عنده حاجة يعملها غير إن هو يقول يا رب. خاف من انتقام المولى عز وجل. وكما تدين تدان. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.